طيب، مثل ما ذكرت المسار القانوني، ولو صدر هذا القرار من المحكمة العليا بعد ما خلص وهناك مراحل أخرى قانونية يمكن للمدعى عليهم بمتابعتها، ولو مش من يعني منطلق التنبؤ أو التوقع، بس هل يعني قانونا في سابقة لمحاكم تمييز أو الاستئناف ب يعني أخذ قرارات مناقضة لهذا القرار اللي طلع، أو يعني وضعية هذه المحكمة التي اتخذت مثل هذا القرار هو يعني من المستبعد بأن تأخذ محاكم أخرى قرارات مناقضة لها؟ هلا كثير صعب انه نقدر نجاوب على هذا السؤال، لانه هي اول قضيه من نوعها ينظر فيها في المحاكم البريطانيه. الانجاز الاول كان انعقاد اختصاص المحاكم البريطانيه في نزاع ضد المصارف اللبنانيه. الانجاز الثاني كان قرار صدر بتحويل الاموال. انا بتحليلي الشخصي وطبعا بدون اي معلومات بتصور انه محكمه الاستئناف او رح ترفض استئناف المصارف او رح تصدق القرار الصادر عن الكوينز بنش بالهاي كورت اوف جاستس، وبالتالي انا بعتقد المصارف رح يستمروا بالمسار القضائي، ولكن للمفارقه والمفاجاه مش بهدف اخذ او الاستحصال على قرار مخالف من المحاكم البريطانيه، بل وانا بتمنى منك من ضيفك من المشاهدين الكرام يسمعوا منيح، لانه الخطوره موجوده هون، وانا كنت معك من شهرين بالضبط وكنا عم نناقش خطوره اقتراح مشروع الكابيتال كنترول المفخخ، واللي اليوم المصارف بالتعاون مع أركان أساسية بالسلطة التنفيذية تحاول إعادة تمريره بنفس الصيغة، تحديدا المادة 8. المادة 8 اللي هي الطامة الكبرى اللي بتقول، والكل لازم يعرف دقائق وتفاصيل المادة 8، بتقول إنه في حال صدور قانون الكابيتال كنترول قبل صدور حكم نهائي ومبرم بجميع مراحل المحاكمة، لن يكون المصرف اللبناني أو سيعذر، يعني سيسمح للمصرف اللبناني أو لن يتمكن المصرف اللبناني من تحويل الأموال. شو يعني؟ يعني اليوم طلع عنا قرار هو بمثابة إنجاز، وحيتبعه بعد فترة بسيطة حكم. اليوم إذا صدر قانون الكابيتال كنترول بعد أسبوع أو بعد أسبوعين، الناس بتفكر أنه طبعا صدر حكم قبل القانون وبالتالي الأموال ضروري أنه يتحولوا. القانون بحرفيته بالمادة 8 بيقول لا، الحكم يجب مبرم. أن يكون حكم مبرم ونهائي، يعني مرق على الدرجة الأولى، مرق على الاستئناف ومرق على التمييز، وبالتالي إذا صدر قانون الكابيتال كنترول بصيغته الحالية المشينة والمعيبة والمفخخة وخاصة المادة 8، هيكون أي مقاضاة للمصارف بالخارج هي دون أي جدوى، لأنه قد ما طلعت قرارات وأحكام بدك تنطر لنهاية المسار القضائي اللي حتستفيد منه المصارف على الآخر، وبالتالي القرارات اللي كلها بتطلع بالتحويل لمصلحة المودع. بكل بساطة المصرف بيقول أنه أي أنا كان بودي نفذ القرار، ولكن في عندي قانون لبناني هو قانون الكابيتال كنترول يمنعني من التحويل وفقا للمادة 8، وإذا حولت سأعرض للشطب وبالتالي سأعرض للتصفية طبعا وفقا للمادة بركي 208 من قانون النقد والتسليف اللي بتبدأ بالتنبيه وبتخلص بالشطب، وبالتالي بيكون صار عنده الذريعة الرئيسية لعدم قيام بالتحويل. هيدا بالذات لازم الكل يعرف، وقبل الانتخابات النيابية وقبل، لأنه الحملات الانتخابية بلشت وإذا بدك المسرحيات الهزلية بلشت، لازم الشعب اللبناني يعرف انه اذا تمرر هذا القانون بصيغته المقترحه واللي علقنا عليها مؤخرا بشهر 12 حتكون الضربه القاضيه لجميع المودعين، وستظهر عمليه تحقيق المودعين الخسائر، وحتكون عمليه حمائيه بشكل اقصى للمصارف كلها لحمايتها وتغليفها من اي ضربه قضائيه من هلا ل يمكن الخمس او ست سنين الجايين، لنشوف بوقتها. طيب، كيف حيستمر يعني كيف حتصير خطه الحكومه وعمليه خساره عمليه توزيع الخسائر اللي اصلا لهلا ما غير واضحه.